أخبار اليوم. يا جميعا وأهلا وسهلا فيكم. علي تستاهل كثير ونحن مقصرين بحقها كثير. نحن اليوم عدنا حالنا من أكثر من 10 سنين إنه نضل علي منارة الشرق منارة الجبل بهالشيء بإصرارنا رغم عدم إمكانيات قوية لإلنا. نحن مصرين ضلنا بمهرجانات بمنطقة علي، وهذا الشيء بيرجع الفضل لرئيس مدينة علي الأستاذ وجدي مراد اللي عم نقدر نعمل بشغلات بسيطة جدا، عم نعمل مهرجانات دولية، وهذا بنفتخر فيه انه نكون عندنا رئيس بلدية ومنبارك له لرئيس مدينة علي بالتزكية مع مجلس البلد الكريم اللي بيستحق التزكية لعدة دورات جاية كمان. ماشي معي وما بقاش لك تدلع واعي.